خير لمشاهدي الام تي في اللي انضموا لنا اليوم بلبنان بكل انحاء العالم. اليوم نهار الجمعه 11 اذار 2016. جمعه دائما نهار حلو، دائما نوع فيه انشط من غير ايام، ونحن كمان نهار الجمعه ب ام تي في الايف، يعني فقراتنا بتكون منوعه غنيه. اكيد تروا على الساعه 12 فاشينيستا اليوم، فقره سينما وغيرهم من الفقرات اللي ممكن هيك يغيروا لنا جونا، يبعدونا شوي عن هموم ايامنا ويومياتنا وهموم البلد. اكيد يلي كل الناس اليوم تعبانين وحاملين يمكن اكثر من طاقتهم، طبعا مع كل محبتنا للبنان، ولكن كثير من الاشخاص عم بيفكروا انه يفلوا اذا ما رح تتحلحل هالامور. منشان هيك بونجور ستيفاني، لوين بدنا نفل؟ منشان هيك بكره رح نفل على غير محل. بكره بدنا نروح على ساحه سيسين، كلنا لازم ننزل بعد الظهر، ولازم يعني كل هالشعب ينزل للمسؤولين يعرفوا قديش نحن مستقين من هالوضع يلي صار بيقرف. يعني ما عندي كلمات زيد على هالموضوع، صرنا اشهر بنحكي عن الزباله وصارت صرنا اضحوكه، يعني كل العالم عم يتمسخروا علينا وما في مسؤول يعني عم بيقدر يساعدنا او يسعفنا، ما اصلا او كلهم مع بعض حتى يعني ما بعرف. بكره انا نازله واكيد انت كمان نازله، ونحن كلنا اتفقنا، بفتكر اتفقنا انه كل اكيب لايف ينزل، وبتمنى يعني من الكل ينزلوا بكره تنفرجي انه هيدا الشعب خلص ما بقى فيه، ومش مسموح يعني ولا حقوق الانسان ولا اي حق من حقوق الانسان ابدا بيسمح انه نحن نعيش بهالطريقه، كرمالنا وكرمال اولادنا والكبار بالعمر كمان. يعني ما حدا عم يفكر بغيره، صرنا اذا حطيناهم بكياس بيض عم نقول انه ما بقى في ريحه. تصوري يعني عم نقنع حالنا، يعني مثل اللي بيتخبى بالغلط. وفي ناس بيوتهم قراب من هالمكبات، يعني على كل حال ستيفاني قراب ولا لا، كلنا لحقنا ضرر زيته صح، بس القراب اضرب، يعني ما فيهم يفتحوا شباك الدبان وين ما كان. يعني لكن نحن اليوم من ام تي في الايف بندعي كل الناس انه بكره ينزلوا على الطريق، ينزلوا يتظاهروا، ينزلوا يطالبوا بحقهم. ما بقى لازم نخاف ولا بقى لازم انه نتكل، كل شخص هو ممكن يكون ليدر لوطنه، كل شخص هو لازم يكون كمان ليدر لعائلته. الي موافقه على الموضوع؟ اكيد، يعني انا بس اللي بيزعلني اكثر، لا لا بالعكس، ما كان في شيء في يزيده، يعني بس النقطه اللي بحب اقولها انه اللي بيزعل اكثر هو بنعرف انه الكفاءه والادمغه يمكن متوفره بالبلد يلي بيقدروا يحلوا هذا المشكل وغيره من كل المشاكل اللي عم نقطع فيها يعني. ولكن للاسف في طبقه معينه يمكن عم تتحكم بمصير البلد، بس الغريب انه يمكن لازم نكون نحن عم نغيره شيء، يعني خليه يزيح وخلي غيره يشتغل. يعني الغريب بالموضوع انه هالطبقه عايشه بلبنان، يعني ما بعرف كيف فينا نعمل بلوكاج على هالموضوع او نتخبى ورا شيء وهمي. يعني على كل حال انا رح اشوفكم خلال النهار، اللي بشوفك بعد شوي مثل العاده بنبلش نهارنا بفقره اب تو ديت انا وستيفاني، خليكم معنا. أول خبرية عن الزبالة أكيد 100%، ويعني زهقنا نحكي عن هالموضوع 100%، وزهقنا نحكي بس رح نضل نحكي وما رح نوقف نحكي لحديث ما ينحل الموضوع. صرنا عالميين بسبب النفايات، عنا صحيفتين جديد كوغيا انترناسيونال وجورنال دو مونريال يلي انعرض على صفحاتهم نفاياتنا. يعني بدل ما نعرض انجازاتنا الاشياء الحلوه يلي عنا، عم نعرض نفاياتنا مثل ما عم نشوف بها الصور يلي مرقوا قبل على السي ان ان،
والعجز الحكومي مستمر بانه يلاقي حل لهالازمه يلي طالعه ريحتها. فيديو طلعت ريحتكم انعرض كمان، تسلط الضوء على فظاعه هالفضيحه اللبنانيه، وطرقوا بجورنال دو مونريال على مقال يعني كمان انحط فيها الشريط الدعائي لا طلعت ريحتكم، تقاعس الحكومي، الشلل اللبناني بظل الفراغ الرئاسي، وكل شيء عم ينعكس سلبا على هالملف. عم نسأل حالنا اليوم إذا استطاع المسؤولين ستيفاني أنه يلاقوا المخرج المناسب، ولم ما استطاعوا إذا رح يستطيعوا يعني يلموا هالزبالات المكدسة على طرقاتنا، مين بده يلم من بعدنا صيتنا يلي طالع ريحته يعني بكل بلدان العالم؟ يعني بالشوم بكرة نازلين، بكره نازلين، بكره نازلين قبل ما توصل الصيفيه، وقبل ما تطلع الغازات السامه، وقبل ما تكتر رجع عم تطلع والحراره عم ترتفع يعني، وما بقى عندنا كلمات اكيد، ويعني تنحكي عن هالموضوع. نحن عاده ما بنحب نبلش نهارنا بهالطريقه الا بايجابيه، بس طفح الليل، ولكن وضع فعلا طارئ جدا وخلاص، ولازم كلنا ننزل بكره اكيد. ده ناقص الخطر يعني خلاص. أعلنت شبكة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية الأربعاء أنه عنصر منشأ من تنظيم الدولة الإسلامية سلمها وثائق تتضمن بيانات شخصية ل 22 ألف من أفراد التنظيم الجهادي، تشمل على أسمائهم الحقيقية والحركية وعناوينهم وأرقام هواتفهم وجنسياتهم. وقالت الشبكة يلي أبلغت السلطات البريطانية بهالمعلومات أنه جهادي عمد قبل انشقاقه إلى سرقة هالبيانات من رئيس شرطة الأمن الداخلي بالتنظيم الجهادي، ومن ثم سلمها إلى الشبكة الإخبارية البريطانية مخزنة على اليو اس بي. وأوضحت الشبكة أنه هالبيانات مصدرها استمارات انتساب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ملأ الجهاديون المنحدرون من 55 بلد. وأضافت أنه بعد هالوثائق بيكشف هويات أفراد بالتنظيم غير معروفين وموجودين بأوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسلم هالوثائق مقاتل سابق بالجيش السوري الحر، كان التحق بالتنظيم الجهادي ويطلق على نفسه اسم أبو حامد. حلو، وتنكمل كمان مع الامور هيك القانونيه اذا بدك ستيفاني. كمان عصابه من المتقاعدين بانجلترا انحكم عليها واخيرا بسجن، وهالعصابه كانت نفذت عمليه جريئه لسرقه عده ملايين من الجنيهات الاسترليني من مبنى وديعة آمنة جدا بحي المجوهرات بلندن السنة الماضية، وأدينت بأكبر عملية سرقة بتاريخ إنجلترا. ومن بعد ما صدر الحكم بسجن العصابة يلي بيقودها المتقاعدون بسبب هالسرقة الكبيرة، بعد في كمان نداء للعثور على رجل غامض اسمه بازيل يلي موجود كان معهم ويلي هو من المخططين لهالسرقة، وكانت صارت بالثاني من أفريل نيسان العام الماضي لما اجتمعت هالعصابة أمام المبنى يلي عادة بيكون كتير آمن، ودخلت من بير المصعد ونزلت على الأبو، استخدمت فيه معدات كتير تقيلة للحفر بحيط كتير سميك كمان، ورجعت لأنه أول يوم ما زبطت معهم، رجعوا تاني يوم وسرقوا 73 من صناديق الودايع، وسرقوا ذهب وفضة وألماز ومجوهرات بقيمة 14 مليون جنيه استرليني. بس انلقطوا يعني، بعد في واحد او لك رح يعملوا عصابه ثانيه ما بعرف بيعملها ممكن. بدنا نشوف فيديو بدنا نعلق عليه انا وياكي. رسمه حلوه كثير، 60 مليون مشاهد خلال 24 ساعه تصوري، حقق مقطع الفيديو يلي رح نشوفه سوا هلا يلي بثته الفنانه جودي ستيل على صفحتها على فيسبوك يوم الثلاثاء. ليك كيف عم ترسم على بطنها مثل كأنه حبل عم يعصر بطنها، أشارت منا إشارة منا إلى الصراع يلي بتعيشه كتار من الناس والرجال، النساء والرجال بسبيل الحصول على جسم المثالي. وقالت اتركوا الوسواس على جنب
وتعلموا كيف تستمعوا للأمور يلي بتحبوها بالحياة وهيك بتصيروا سعداء بالحياة. وهالفيديو جميل وبيجسد ببراعة ومهارة رحلة العناء يلي بيخضعوها ملايين الناس كل يوم. ليك الفون أسود من ورا، مش معقول عم ترسم وهلأ بدها تتحرك وبتشوفي كأنه هي عصرت عم تنشد. بس فنانة ماهرة ومعبرة وفي من وراها رسالة. ليك كيف؟ خلص رح نوقف ورح نبلش نرتاح وناكل بدنا اياه ننبسط بالحياة. على كل حال كل شيء لازم يكون باعتدال يعني. أكيد. وهون بفتكر هيدا الهدف من الفيديو، انه ما يكون في شيء زايد عن حده وخصوصا للمراهقات والصبايا يعني. اللي هلا عم بيميلوا على الانوركسي يعني. صحيح. فهيدا هو المساج. لما بيكون الشغب جاي من الأطفال وكثير من الأهل بيعرفوا أنه قد الأولاد ممكن يخترعوا أمور يخربوا فيها البيت، يخترعوا أمور من الأكل، من البانتور، من الألعاب تتكسر، يتلونوا الحيطان، يصير في ديكور بالأكلات. أكيد أنا وياك عايشين هالمواهب هون. عم تشوف هون البعض من الصور يلي ممكن تصير. والأحلى من هيك أنه الأهل كمان يلي عندهم أولاد بيعرفوا أنه لما بيغيب صوت الأولاد بيصيروا كتير رايقين. في شيء عم بيصير. وبيصيروا كتير رايقين. كرتونة البيت يعني. هيدا منه أبدا دليل خير، إنما هيدا دليل خربان. فأكيد لازم نشوف لازم نشوف شو الشيء المدمر يعني. أوه راح التلفزيون على الآخر. كسر. أهضم من هيك ما بقى فيه. ولو انه هيك خربوا الدنيا شوي، بس انه احلى شيء نبلش نهارنا مع هيك اولاد اشقياء ومهضومين. صح. خلينا نشوف البيك اوف ذا داي. يلا. اليوم من البترون. واو. كأنه خريطة لبنان. اكزاكتلي. بالنص. حلو. مشهد رائع. والطقس عم بيكون غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة 23 درجة اليوم. مشاهدينا رح نروح لعند إلي وتكنولوجي.